وسط الحرب في أوكرانيا تبرز التناقضات، ورغم توحد أوروبا تبرز الخلافات أيضا التي ربما تتحول لانشقاقات، والسبب شريان أوروبا النفطي. أحدث هذه الشروخ، وإن صحت التسمية، أطلقها رئيس وزراء بولندا ماتيوس موراوسكي، الذي يرى أن ألمانيا تمثل العقبة الرئيسة أمام تشديد العقوبات على روسيا. اللوم في هذه المسألة يطال المجر أيضا، فرئيس وزرائها فيكتور أوربان لا يتخذ موقفا حازما من مسألة العقوبات على روسيا، لكن موراوسكي لا يرى ذلك، ويقول إن المجر تؤيد العقوبات عكس ألمانيا. يرد المستشار الألماني بأن واردات الطاقة من روسيا أساسية للحياة اليومية للمواطنين في أوروبا، ولا طريقة آنية لتأمين إمدادات القارة، لكن لوزير اقتصاده رأيا أكثر حزما. تعرف موسكو ذلك جيدا، فقررت الغاز بالروبل. لم تستجب أوروبا حتى الآن على ما يبدو، فبوادر الشقاق والرضوخ للأمر الواقع ظهرت من هنا من سلوفاكيا. وزير اقتصادها ريتشارد سوليك فتح الباب للدفع بالروبل، يقول إن كان هناك شرط للدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي سندفع إذا لزم الأمر. قد يجد البعض عذرا للرجل، فبلاده سلوفاكيا إحدى أكثر الدول الأوروبية اعتمادا على الإمدادات من روسيا. 85% من الغاز و100% من النفط يتدفق من روسيا. واجه سوليك انتقادات حادة أوروبية ومحلية، فأوضح عبر حسابه في فيسبوك: سندفع ثمن الغاز حسب الدفع باليورو، لكن يبدو أن الأمر امتصاص غضب لا أكثر. إذن كما رأينا مشاهدينا، هناك اعتماد شبه كلي على الغاز الروسي، لكن ماذا عن واردات بريطانيا وإسبانيا من الغاز؟ الدولتان الكبيرتان في القارة العجوز، لبريطانيا وضع مختلف. نصف إمداداتها من الغاز يأتي من حقول الغاز المحلية، وتستورد الباقي من الغالب أو في الغالب من قطر والنرويج، ثاني أكبر مورد لأوروبا. أما إسبانيا من بين العملاء الرئيسيين لروسيا، إذ تعتمد كثيرا في إمدادات الغاز على الولايات المتحدة والجزائر. 45% من الغاز الذي تستورده يأتي من الجزائر، كما تمتلك مدريد الحقوق في طلب حصة إضافية من الغاز الجزائري. تتهم دول شرق أوروبا ورأس الحرب بينها بولندا، فرنسا وألمانيا بشكل خاص بالتراخي إزاء التعامل الحازم مع بوتين، لكن أزمة بوتشا واحتمالات إثبات ارتكاب جرائم حرب فيها أعادت باريس وبرلين إلى محور الحزم مع بوتين وروسيا. الأيام القادمة حبلى بالتفاصيل.